طيب تعالى كده نبص على الداتا كنترول، هتلاقي ان الداتا كنترول اصلا فاضيه. تمام. طيب الداتا كنترول فاضيه ليه؟ احنا لسه اصلا، لا احنا كريتنا فيو وكل حاجه، بس احنا لسه ما كريتناش الابلكيشن موديول. تمام. اول ما بكريت الابلكيشن موديول هو اللي بيظهر معايا في الايه، في الداتا كنترول. فالابلكيشن موديول هو زي ما قلنا هو اللي بريبريزنت الايه، الداتا كنترول، اللي ابدا بعد كده اتعامل معاها مع الجزء بتاع الفيو. خلي بالك احنا ايه، في حاجه، في حاجتين عندنا اسمهم فيو، في فيو اوبجكت وفي فيو بس. الفيو بس اللي هو ده، اللي هو البروجكت ده. تمام. انما لما هقول فيو اوبجكت، لما هبقى قصدي على ده هقول فيو اوبجكت. تمام. ففيو بس معناها اللي هو الفيو كنترول. لا انا هنكريت بقى فيو اوبجكت تاني يعني. تمام. طيب انا دلوقتي لسه الداتا كنترول او الموديل بتاعي لسه ايه، ما ظهرش برضه، او الداتا كنترول. الاول بس هكريت فيو اوبجكت تاني لمين؟ للديبارتمنتس. كريتنا الامبلويز، هنكريت فيو اوبجكت تاني لمين؟ الديبارتمنتس بنفس الطريقه. هقف على، خلي بالك بقى انا لو وقفت على الباكج دي هو راح هيجيبها لي باي ديفولت. تمام. فلو قلت له مثلا بزنس كومبوننت وقلت له فيو، جاب لي الباكج اللي انا ايه، اللي انا واقف عليها. تمام. طيب هقول له، بيقول لي هتسميها ايه؟ هقول له ديبارتمنتس. ديبارتمنتس في او، هل هيكون معتمد على انتيتي ولا هيكون معتمد على الكاستم كويري؟ تمام. هقول له هيكون معتمد على انتيتي واقول له نيكست. قال لي طيب الانتيتي اللي انت معتمد عليها ايه؟ هقول له الديبارتمنتس. معلش هخليك معايا وهسيب لكم وقت تنفذوا فيه. تمام. طيب قال لي ده الانتيتي اللي انت معتمد عليها، هقول له نيكست مفيش مشكله. قال لي انت محتاج كل الاتريبيوتس، هقول له اه. تمام. قال لي هنا لو انت محتاج تعمل ايه، كاستمايزيشن على الاتريبيوت، هقول له لا مش محتاج. هنا جاب لي الايه، لو عملت كده هيجيب لي الكويري او السيلكت ستيتمنت اللي عندي. ممكن اديها ايه، وير كونديشن، وممكن ادي لها ايه، جروب باي او اوردر باي الديبارتمنت مثلا، ديبارتمنت اي دي، اقول له نيكست. قال لي هنا لو انت محتاج تعمل بايند فاريبل، قلت له لا مش محتاج دلوقتي، هقول له نيكست. مش محتاج اجنريت الايه، الكلاسز بتاعت الجافا. قال لي طيب محتاج تضيفها في الابلكيشن موديول، اقول له لا مش محتاج اضيفها في الايه، في الابلكيشن موديول، انا ما كريته بس الاول. نيكست وفينش. طيب هو ضاف لي برده الايه، الاثنين دول بالشكل ده، الديبارتمنتس والايه والامبلويز. طيب لو جيت ابص على الداتا كنترول هلاقي برده ان لسه ما فيش ايه، ما فيش اي حاجه. طيب هاجي هقف على مثلا ال HR واقول له انا عايز اكريت بقى ابلكيشن موديول. تمام. اي بزنس كومبوننت بنفس النظام، انت بتقف على البيزنس كومبوننت وبتختار الايه، الحاجه اللي انت عايز تكريتها، سواء بقى انتيتي اوبجكت او فيو اوبجكت او ابلكيشن موديول. اقول له اوكي. قال لي هيكون تحت كوم دوت اتش ار دوت دوت موديل دوت اتش ار دوت ايه ام مثلا. دوت ايه ام. تمام. قال لي انت هتسميه ايه، هقول له مثلا اتش ار اب مديول، وهقول له نيكست. تمام. قال لي ده طبعا في حاجه اسمها ليست ابلكيشن مديول هنتكلم عليها بعد كده، وفي حاجه اسمها داتا موديل بقى اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هل انت محتاج تعمل داتا موديل اللي هو ايه، الفيو، تضيف جواه فيو اوبجكت وكده؟ اقول له لا انا مش محتاج اضيف ايه داتا موديل، بعد كده لما كريت هنخش نضيف منه الداتا موديل. اقول له نيكست. تمام. ده حاجه اسمها نيستد ابلكيشن موديول هنتكلم عنها بعد كده. اقول له نيكست. قال لي طيب هل انت محتاج تجنريت جافا كلاس للابلكيشن موديول ده؟ اقول له لا انا مش محتاج اجنريت دلوقتي. نيكست وفينش. كريت الابلكيشن موديول اهو. لو جيت بقى فتحت الايه، الداتا كنترول، تمام، هلاقي ان هو كريت لي الايه، الابلكيشن، او ضاف لي الداتا كنترول بالشكل ده، بس لسه فاضيه ما جواش اي حاجه. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش الايه، الداتا موديل. تمام.
طيب تعالى بقى نعمل الداتا موديل كده واحنا ايه واقفين على الابلكيشن موديول ونشوف ايه اللي هيتغير. جيت هنا في الداتا موديل، الداتا موديل دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن انستنس من الفيو اوبجكت. تمام؟ طيب واحد هيقول لي هل الفيو اوبجكت ده ابديتابل ولا ريد اونلي؟ طب انت بتحدد فين؟ انت بتضيفه بتحدد ايه بقى؟ طب تعالى كده نضيف فيو تاني. احنا بنكريت فيو انت بتعلم فين بقى؟ وانا بعلم هنا بقول له ده معتمد على انتيتي اوبجكت، وقلنا الانتيتي اوبجكت ده هي اللي ابديتابل مش الفيو اوبجكت. تمام؟ فطالما هو بيعتمد على انتيتي اوبجكت فهيكون مسؤول عن الايه؟ الدي ام ال، يعني هتقدر من خلاله تعمل انسيرت وابديت وديليت. تمام؟ طيب لو انت قلت له كاستم كويري هيقول لك طيب اكتب بقى الكويري بتاعتك وخلاص. تمام؟ زي ما ايه هنشوف دلوقتي. طيب هنا احنا عايزين نكريت الايه؟ الداتا موديل بتاعتنا، عايزين نحط ال احنا عايزين نعمل ايه اصلا في الصفحه؟ طيب هاجي هنا هقول له ضيف لي الديبارتمنتس، هو خد لي انستنس من الفيو اوبجكت ده يعني خد لي نسخه منه ضافها لي تحت مين؟ تحت الداتا موديل بالشكل ده، ولو لاحظت ان هو ظهر معايا الايه؟ الديبارتمنتس بالشكل ده. طيب واحد هيقول لي هو ضاف لي واحد وراها ليه؟ لان احنا ضفنا انستنس، يعني معنى كده ان انت ممكن تضيف اكتر من انستنس ثانيه. زي مثلا ايه اقول له ضيف له انستنس ثاني وثالث ورابع وعاشر زي ما انت ايه؟ على حسب ما انت محتاج في البيجز. طيب كل ما بنضيف انستنس هنا هو بيدخل طبعا في السورس يروح يضيف الايه الكود بتاعه. لو جبنا الاستراكشر هتلاقي ده اول انستنس اهو، تمام، وده تاني انستنس في الايه في السورس، قال لك اسمه كذا ديبارتمنت فيو 2، تمام، وده بيعتمد على الفيو اوبجكت اللي هو ده، بيعتمد ده برضه بيعتمد على نفس الايه الفيو اوبجكت. طيب هشيل بس الايه الانستنس التاني مش محتاجينه، والانستنس ده يفضل طبعا ان انا ايه يعني ابقى شغال على نيمنج كونفنشن معبر، ما ينفعش بقى اقول له واحد واثنين وثلاثه والكلام ده، لا انا مثلا محتاج ده هظهر منه الداتا، هقول له الانستنس مثلا ده اسمه ديبارتمنتس كذا على حسب بقى الايه البيزنس اللي انا محتاجه. لو احتجت بقى اضيف واحد تاني يبقى انا محتاج غرض تاني، يبقى انا اسميه على اسم الغرض التاني اللي انا ايه هضيفه. طيب عايزين بقى نضيف التاني ده تحته. طيب عشان نضيف التاني تحته لازم يكون ما بينهم فيو لينك. تمام؟ فانا اصلا ما كريتش الفيو لينك، انا كريت بس الايه الاسوسيشن. تمام؟ طيب فانا محتاج اجي هنا الاول اقول له انا عايز اكريت مين الفيو لينك، اقول له نيو واقول له انا عايز اكريت فيو لينك من البيزنس كومبوننت برضو واقول له اوكي. هل انت هتسمي الفيو لينك بتاعك ايه؟ هقول له مثلا ام ديبت بي ال مثلا، وهقول له ده هيكون تحت الفيو اوبجكت تحت باكج اسمها مثلا في ال. تمام؟ هقول له نيكست،
قال لي طيب فين الاثنين فيو اوبجكت اللي انت معتمد عليهم؟ طيب احنا عايزين السورس بتاعنا هيبقى مين؟ ديبارتمنتس، تمام، والديستنيشن بتاعنا هيكون مين؟ الامبلويز. طيب المفروض ان انا اعمل كده، الديبارتمنت اي دي هنا والديبارتمنت اي دي هنا، تمام، بالشكل ده. طب ده صح ولا غلط؟ ليه بقى؟ ماشي، بس هو كده مش غلط. بس لو انا عايز ادخل الماستر والديتيل مع بعض، يبقى انا لازم اكون معتمد على الايه؟ على الاسوسيشن. طيب يفضل ان انا اكون معتمد، طالما عاملهم ابديتابل يبقى انا اكون معتمد على الايه؟ على الاسوسيشن على طول. طيب انا عندي اسوسيشن هنا اسمه امبيدد، تمام، اللي احنا مكريتينه، وعندي اسوسيشن ثاني اسمه امبيدد اللي احنا مكريتينه، تمام. فهقول له ضيف للتاني ده. طيب واحد هيقول لي انا غلطت وما اعرفش ان هم ايه يعني دول، اخترت التاني ده، المشكله ان هو مش هتقدر تضيفه اصلا، ان هو ده خلاص بقى ديسيبل. فانت لازم تكون معتمد على نفس الايه، على نفس الاسوسيشن اللي موجود، اللي رابط ما بين الديبارتمنتس ورابط ما بين الايه، الامبلويز. فسواء عملته كده صح، سواء عملته بالطريقه التانيه ان انت معتمد على دول كده برضو صح، بس مش هيبقى ايه ابديتابل معاك. هقول له اد ونكست، تمام، هنسيب بس الايه البروبرتيز دي زي ما هي. قال لك الفيو لينك ده ما هو اللي عباره عن ايه، بايند فاريبل، بيجيب لك بيانات الاداره او بيانات الموظفين على حسب الاداره اللي انت ايه اللي انت واقف عليها. نكست، هقول له نكست. قال لي طيب انت محتاج تضيفه في الابلكيشن مديول ولا هتضيفه بعد كده؟ قلت له لا انا ايه هضيفه بعد كده. نكست وفينش، تمام، هي ضفت كده الايه الفيو لينك اهو. هرجع بقى للابلكيشن مديول، تمام، الاقي ان ظهر احنا قلنا موظفين تحتها وكميت في الداتا بيس، في نفس الوقت، تمام. طيب نيجي بقى على الفيو، قلنا الفيو ده هو اللي بيكون في الابلكيشن مديول، يعني انت لو قلت باصص هنا كده الحاجات اللي قلت لك معانا هتلاقي ان الفيو اوبجكت والفيو لينك بس، تمام. طيب انا عايز اعمل داتا موديل اللي هو يظهر في الداتا كنترول عندي هنا من الظهر، يظهر بس في الداتا كنترول عندي الامبلويز او الديبارتمنت تحتها مين؟ تحتها الامبلويز. فانا كريت بقى الفيو لينك عشان يظهر عشان يظهر بقى في الايه؟ اقدر من خلاله اربط الفيو اوبجكت ببعضها. ده عباره عن ريليشن ما بين اثنين فيو اوبجكت، لو عندي مثلا فيو اوبجكت ثاني وعندي فيو اوبجكت ده، الفيو لينك اللي بينهم هو اللي بيكون رابط الاثنين دول ببعض. يعني انا بستخدم الفيو لينك عشان عشان يربط ما بين اثنين فيو اوبجكت، تمام. وقلنا بقى ان الفيو اوبجكت الفيو لينك ده ممكن يكون معتمد على اسوسيشن، تمام، زي ما شفنا دلوقتي، وممكن ما يكونش اصلا معتمد على اسوسيشن، معتمد على ايه؟ على الاتريبيوتس، تمام. بس في الحاله دي زي ما قلت لك هيعمل انسيرت للاثنين مع بعض، بس والحاله الثانيه هيعمل ايه؟ مش هيبقى ابديتابل، هيبقى هيعمل بس كده، تمام. طيب بمجرد ما انا كريت الفيو لينك ظهر معايا مين؟ الفيو لينك في الداتا موديل بالشكل ده، تمام. فهقدر بقى يعني هريفرش بس هنا، لسه مفيش ايه حاجه ظهرت معايا، يعني لسه ما تحتوش حاجه. فهاجي هنا من تحت بقى الفيو الديبارتمنتس اللي فوق ده،
هقول له اكسباند كده للايه للحاجات او الفيو اوبجكت اللي تحته، هلاقي ان ايه الامبلويز ظهرت تحته، فهقول له ضيفه لي تحت مين؟ ضيف لي الامبلويز ده تحت الديبارتمنت، واقول له ضيفه لي بالشكل ده، فخد لي منه انستنس ضافه تحت مين؟ تحت الديبارتمنت بالشكل ده. لو فتحنا هتلاقي الامبلويز تحت مين؟ تحت الديبارتمنت. تمام. طيب ممكن اضيف يعني انستنس تاني لوحده بره الابلكيشن موديول خالص، يعني بره الانستنس التاني. طيب لاحظ الفرق كده، اول انستنس تحت مين؟ تحت الديبارتمنت، انما الانستنس التاني لوحده في الهواء. يعني انا لو استخدمت الانستنس ده هيجيب لي الموظفين اللي تحت الاداره اللي انا واقف عليها. طب لو استخدمت الانستنس التاني هيجيب لي كل الموظفين. تمام، ده الفرق ما بينهم. طيب بعمل الداتا موديل ازاي بقى؟ بعمل الداتا موديل من خلال الفيو اوبجكت ومن خلال الايه الفيو لينك. طيب هتبداوا بس تكريتوا الايه الفيو اوبجكت الثاني اللي هو الديبارتمنتس. تمام، وتبدا بتكريت الفيو لينك اللي رابط الاثنين ببعض، وبعد كده هنبدا نكريت الابلكيشن موديول ونعمل الداتا موديل. بنيجي على الابلكيشن موديول وبقول له كليك يمين ورن. رن ده بيعمل لي ايه؟ بيرن الابلكيشن موديول، بشوف بقى تيست الايه البيزنس كومبوننت بتاعتي، هل انا عاملها صح ولا في مشكله، الداتا بتاعتي بترجع صح، الفاليديشن مثلا لو انا عامل فاليديشن، لو انا عامل بيزنس رول. تمام، بتست بقى قبل ما كريت صفحات او قبل ما كريت حاجه. طيب هنا عمل لك فورمه كده، فتح لك فورمه جاب لك الابلكيشن موديول اهو وتحته الايه الداتا موديل. لو انا جيت كده ظهرت الداتا بتاعت مثلا الامبلويز، هتلاقي جاب لك كل الايه الامبلويز بالشكل ده. تمام. طيب لو قفلت ده قلت له كلوز وفتحت بقى الفيو لينك، تمام، لو عملت دبل كليك على الفيو لينك هتلاقي جاب لك الماستر اللي هو الديبارتمنتس، اداره مثلا 10 وفيها موظف واحد. طيب لو عملت نيكست فوق، اداره 16 ما تحتاجش موظفين، إدارة 20 تحتها إيه؟ 2 موظفين وهكذا. تمام؟ طيب عرض لك كده الإيه؟ الداتا اللي فوق والداتا اللي تحت أو الموظفين اللي تحت الإيه؟ الإدارات. زي ما شفنا إن الإمبلويز بقى نفسه أو الإنستنس التاني جاب لك كل الإيه؟ كل الموظفين. طيب كليك يمين بقى على الأبلكيشن مديول وتست كده الإيه؟ البيزنس عندك. دراج ودروب الحاجه دي على البيج، فاجي على الجزء بقى بتاع الفيو كنترولر. تمام، اقف عليه واقول له نيو، وهاجي من البيزنس او الويب تير اقول له هات جي اس اف بيج، وهقول له اوكي. تمام، قال لي طيب انت هتسمي البيج دي ايه؟ ام ديبت داتا مثلا. تمام، قال لي هحطها لك تحت public html، اقول له حطها لي تحت ايه create لي فولدر تاني اسمه pages. قال لي انت عايزها بلانك ولا عايز ايه بالظبط؟ قلت له اه عايزها بلانك، اقول له اوكي. طيب ممكن بقى اخد الايه الفيو اوبجكت اللي هو الديتيل ده اللي هو الامبلويز، اقول له هاتهولي على شكل ماستر ديتيل. تمام، ماستر ديتيل. قال لي طيب انت عايز بقى الماستر عباره عن فورمه والديتيل عباره عن تيبل، ولا فورمه وفورمه، ولا تيبل وفورمه، ولا ايه بالظبط؟ قلت له لا انا عايز الماستر عباره عن فورمه والديتيل عباره عن ايه، عباره عن تيبل. او ان انا ممكن اخد الماستر لوحده از فورمه، تمام، والديتيل لوحده از ايه از تيبل تحته، هتشتغل برضه مفيش مشكله، بس عشان هو يظبط اللي اوت مع نفسه في السريع كده انا هاخدهم ماستر ديتيل فورما وتيبل، اقول له اوكي. الموضوع صعب ولا ايه؟ الموضوع مدلعك اختار مدلعك على الخلق على الاخر اهو.
هي بس الخطوات الكونفيجريشنز بتاعتها كتير، زي ما انت شايف ان هو معتمد على الويزرد اكتر من انت بتكتب ايه، بتكتب فانت الخطوات واحده واحده تتعود عليها. انت مجرد بس انت كل الموضوع انت تفهم ده ايه وبتعمل ايه مش اكتر. طيب هو رسم لي الايه الصفحه بالشكل ده، عمل لي فورمه فوق اهو فيها البيانات بتاعت الديبارتمنت واداها تايتل تمام، وعمل لي نيكست وبريفيوس ولاست تمام وحط لي الايه التيبل تحته بتاع الامبلويز بالشكل ده. كل الموضوع بقى انا ايه اقول له كليك يمين ورن الايه رن البيج دي، فبيروح يكريت او بيرن الايه الويب لوجيك او الانتجريتد ويب لوجيك ويعمل ديبلوي للايه للابلكيشن. خلاص انتوا اعملوا بقى خلاص الويب بيج بقى الحاجه اللي تظهر لليوزر. انت التست ده ليك انت كديفولبر اللي هو الابلكيشن موديول ده، ينفع تيدس بس ليك انت كديفولبر، مش هتظهرها لليوزر يعني. انت لسه وانت بت ايه، لان ممكن اصلا في ناس بتبقى شغاله على الموديل وفي ناس بس شغاله على الفيو تمام. يعني في بروجكت كده يقول لك مثلا فلان شغال ايه على الموديل بيعمل البيزنس كومبوننت ويظبط الايه البيزنس لوجيك وكده، وفي ناس شغاله على اليو اي او شغاله على الصفحات، تبقى الدنيا متقسمه. هو بيعمل ويتست تمام، وانت بقى بتبدا ايه تاخد من الداتا كنترول دراج ودروب على الايه على الصفحات. يعني الداتا اللي في الداتا بيز يعني؟ عدل براحتك، اعمل عدل براحتك اللي انت عايزه. لا انت قصدك الداتا ايه بالظبط؟ الداتا اللي في الداتا بيز؟ تمام. رحت انت في الداتا بيز عدلت، هتعمل بس ريفرش للايه؟ للداتا اللي فوق. عندك كذا لير. اللير بتاعت الداتا بيز. ده واحد تاني ده موظف خلاص، انت بس بتعمل ريفرش للبيج هو هنا راح هو على اول اداره اللي هي 10 وجاب لك الايه الموظف اللي فيها تمام. هتقول له بقى نيكست وبريفيوس هيروح يجيب لك الايه الداتا. لا انا مش عاملها ابديتبل، مش مفتوحه عندي، هي معموله ريت اونلي، هو بيجيبها لك باي ديفولت ريت اونلي. ينفع تعدل هنا عادي. الداتا يعني لو دخلت على الداتا بيز وعدلت عادي مش مشكلة. هتعدل بس هتخلي الفورمة دي مفتوحة، انا هخليها دلوقتي ابديتابل يعني تمام، ان هو يفتح لك بقى انبوت تكست كده تعدل فيه وتعمل بطن هنا للسيف وبطن للكنسل والكلام ده، ده لسه هنعمله. احنا نعمل بس الداتا تمام. هو الفيو اوبجكت جاهز ان انت تعدل، بس انا في الصفحه، انا على الصفحه قافل التعديل. تمام ولا ماشي. انت بس هتكريت الايه، هتكريت البيج هتسميها ام ديبت داتا تمام، وتحط فيها الايه الماستر والديتيل بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا عملناه ده. طيب كاريت بيج سماها امبلويز تمام، هحطها تحت بيجز برضه وهقول له اوكي تمام. انا هنا عايز فورمه ادخل بس منها الداتا بتاعت الايه الموظف، هاجي في الداتا كنترول تمام، هاخد بقى من الامبلويز اللي تقل الانستنس اللي لوحده ده تمام، عشان ادخل منه ايه بيانات موظف. هاخد الانستنس ده على البيج كده دراج ودروب على البيج، اقول له انا عايزه از فورما تمام، هقول له اوكي. قال لي دي كل البيانات بتاعت الايه بتاعت
الامبلويز، هقول له مثلا هات لي، هعمل بس اعاده ترتيب كده للايه الكوميشن دي، هخليها مع السالري تمام، ويبقى عندي الامبلوي اي دي والمانجر اي دي. هشيل بس كرييتد باي وكرييتد ديت، الايميل اقول له بس هات لي الفيرست نيم وهات لي اللاست نيم تمام. طيب هشيل بس الاثنين دول كده، هيبقى ايه الفورمه بالشكل ده. طيب هقول له اوكي، طيب احنا هنا هو عمل الفورمه انبوت تكست بالشكل ده تمام. محتاجين ثلاثة بطن زي ما احنا قلنا، بطن يعمل نيو تمام، وبطن تاني يسيف، وبطن تاني لو ايه يكنسل لو انا عايز اكنسل. طيب بجيب البطنز دي منين؟ لو جيت تحت الانستنس بتاع الامبلويز ده في الابلكيشن موديول او في الداتا كنترول وعملت له اكسباند كده تمام، جاب لك الايه الاتريبيوتس بتاعته. تحت الاتريبيوتس قال لك في حاجه اسمها اوبريشنز تمام. طيب لو فتحت الاوبريشنز هتلاقي في حاجه اسمها كرييت، وحاجه اسمها كرييت انسيرت، وكرييت ويز بارامتر، وديليت، واكسكيوت، وفيرست، ولاست، والايه والكلام ده كله تمام. طيب فيرست ولاست اللي هم ايه اللي هم دول كده، نيكست وفيرست ولاست. فيرست مثلا بيجيب لك اول واحد، ده اخر واحد تمام، ده البريفيوس، وهكذا. فدول كده اوبريشنز، دول بوتونز للاوبريشن. طيب كرييت اللي هو بيكريت لك ريكورد جديد، ونعرف الفرق ما بين كرييت وكرييت انسيرت وكرييت ويز بارامتر. احنا بس دلوقتي محتاجين كرييت تمام، فاخده دراج ودروب على البيج بالشكل ده. قال لي طيب انت عايزه از بوتون ولا عايزه از لينك؟ قلت له لا انا عايزه بي دي اف بوتون، وهقول له اوكي. راح حط لك البوتون، قال لك الاي دي بتاعه بي 1 والتكست بتاعه كرييت، والاكشن ليسنر بتاعه بينادي على حاجه اسمها بايندنج دوت كرييت دوت اكسكيوت. اقول له ماشي، بس انا ايه التكست ده هخليها نيو نيو امبلوي، او هقول له مثلا امبلوي تمام. طيب عادي ينفع اتحرك مكانه عادي؟ لا مش دراج ودروب عادي، انت بتحط له بقى حاجه اسمها سبيسر وحاجات تانية يعني تمام. طيب ده اول اوبريشن اللي هو النيو، والنيو ده خدناه منين؟ خدناه من تحت، من تحت الامبلوي بتاعت الايه بتاعت الفيو اوبجكت اللي انا واقف عليه. طيب السيف والكانسل مين اللي مسؤول عنهم؟ باخدهم من تحت الاوبريشن بتاعت الابلكيشن مديول. الابلكيشن مديول هو اللي مسؤول عن الايه السيف والكانسل، فاخد من تحته الكوميت والرول باك. طيب كوميت ده بيسيف، ورول باك بيعمل ايه؟ بيعمل كانسل. باخد الاوبريشن ده دراج ودروب على البيج، اسميه سيف، واخد الرول باك على البيج واسميه كانسل. لا ديليت، ديليت بتاخده بقى من تحت الاوبريشن بتاعت الايه تمام. اقول له هنشوف بعد كده، مستعجلش تمام. ها انا اخد الايه الديليت بالشكل ده واقول له اوكي. طيب كل الموضوع بس ان انا محتاج اعمل كليك يمين وايه ورن للبيج. هنا قبل الايه الفورمه او قبل الموظف اللي هو واقف عليه هقول له نيو، الاقي ان هو فتح لي الايه الفورمه بالشكل ده. هقول له الموظف ده رقم مثلا 44، سم اسم محمد، اللاست نيم. هنشوف بعد كده ازاي نعرف نعمل السيكونس. هو كده لحد دلوقتي انت ما فيهوش سيكونس، انت بقى اللي بتنادي على السيكونس وكده تمام. الدبت مثلا بتدخل له اداره، هنقول له مثلا في اداره او خلاها في اداره واحد اللي احنا عملناه. الميل هتقول له ميل دوت او ات
جيميل دوت كوم. الهاير ديت هو جاب لك الايه الكالندر بتاع الديت اهو، وقال لك اختار الهاير ديت بتاعه. هنقول له مثلا اي ديت السالري، هندي له مرتب كبير كده عشان ربنا يكرمه. طيب الجوب اي دي طبعا ريكوايرد، فهنحتاج بس نجيب جوب اي دي دلوقتي مؤقتا يعني من الداتابيز نديها له. هاجي من الجوبس هاخد اي دي، او ممكن من هنا هقول له الاي تي بروجرامر. تمام المانجر اي دي مش ريكوايرد. بص الحاجات الريكوايرد هو حاطط لك عليها ايه استريكس بالشكل ده. الحاجات اللي مش ريكوايرد ايه؟ طيب بس هنا في مشكله بقى، ان هو السيف والكنسل ايه ديسيبل. انا هشيل بس من عليهم الديسيبل، هقف على السيف والكنسل، السيف والكنسل، واجي من البروبرتيز كده هشيل الديسيبل من عليهم البيهيفير. تمام والديسيبل وهاجي من الديسيبل ده هشيل من عليهم بس الايه الديسيبل، واقول له اوكي وسيف. بس محتاج ارجع ريفرش الايه الصفحه. طبعا ايه رام الداتا اللي انا مديها له، احنا قلنا الامبليو واحد. الـ ID ميل date salary قلت له commission ده، هقول له save. طيب تعال نبص كده على الداتابيز. احنا الموظف رقم واحد، قال ان هو عمل لي انسرت للايه الموظف اسمه محمد ابراهيم، وده الايميل بتاعه، وده الهاير ديت، والداتا بتاعته بالشكل ده. تمام طيب محتاج ادلة الموظف، هقول له بس ديليت. تمام واقول له سيف، هرجع ريفرش هنا تاني هلاقي ان الموظف الايه الموظف اتشال. فانت خلاص ما تعبتش في حاجه، انت اهم حاجه بس عملتها البيزنس كومبوننت او اللايرز بتاعت الايه الموديل. خلاص الموديل ظهرت معاك از داتا كنترول. تمام بقيت بتاخد دراج ودروب على الايه على البيج، مع ان انت ممكن تكستمايز حاجات ايه حاجات معينه زي ما هنشوف بعد كده. طيب عايزكم بس تعملوا الايه الفورمه دي، وتقدر ان انت تسيف او تكنسل على الداتابيز.